رمضان. في الأيام الأخيرة كثر الكلام عن لباس المرأة الشرعي. عن لباس المرأة الشرعي في أوقات الجرائم. نقطة الخلاف عن غطاء الوجه، هل هو صحيح أم بدون غطاء الوجه؟ أفضل أنا قد ما يتاح لي الاطلاع على الجرائد، فما هو الخلاصة التي قرأتها في الجرائد؟ هناك وجهة نظر، أن غطاء الرأس مع الجلباب وكشف الوجه واليدين جاهز مع باب أحاديث، وفي الطرف الآخر يقول أن لازم يغطي وجهه. هذا شيء جديد، هذا شيء قديم، ظننت انه في شيء جديد، انه واحد كاتب مقال انه النقاب بدعة. يعني هذا اللي اثار وجعل ال فهمت عليك. بالنسبة للرأيين اللذين ذكرتهما، أما هذا ذكر الرأي الأخير فهذا من أبطل ما يقال، يعني ولا يقول به مسلم. اللي بيقولوا هذا يا بيكون منافق يا بيكون جاهل أقل ما يقال به. أما القولين المذكورين منهم من يقول بشرعية بل وجوب تغطية الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، ومنهم من يقول بأن ذلك ليس بواجب، أي منهم من يقول بأنهما عورة ومنهم من يقول ليس بعورة. لا شك أن الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة، هذا لا شك فيه ولا ريب. ونحن فصلنا ذلك تفصيلا جيدا في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، ولكن في الوقت نفسه لا يعني حين نقول إن كشف الوجه والكفين يجوز للمرأة، لا يعني ذلك أن فعله ليس بالأفضل، بل هو الأفضل بالنسبة لكل امرأة أن تستر وجهها وكفيها معا، فإن فعلت أجرت وأثيبت، وإن لم تفعل فلا إثم عليها. في طرف آخر اليوم وقليل في الزمن الماضي يقول بوجوب الستر، فالخلاف إذن بين الفريقين هل يجب أم لا يجب؟ والصحيح أنه لا يجب، لكن هذا الذي يقول لا يجب لا يقول لا يشرع، يقول يشرع بل هو الأفضل. أما هذا الناشئ الجديد هذا بنقله الأخوان أنه يقول لا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها، هذا بلا شك يعني رجل إما جاهل أو صاحب هوى مغرب، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر في مناسبة تعليمه لمناسك الحج وهو في المدينة قبل أن يخرج في حجة الوداع قام فيهم خطيبا، فقال لهم في جملة ما قال: المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا الإمامة ولا الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عنده معروفا وينفيه شرعا
الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقد وكانت تلبس القفازين، فخشية أن تنتقد المرأة المحرمة وتلبس القفازين، قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقد. والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا. فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما. مع ذلك كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ هو ما أقولها أنا، بقول وبين النقاب. الرسول خطب فقط المحرم لا يلبس القميص ولا الجبة ولا الإمامة ولا الخفين، فإن لم يجد الخفين فإن لم يجد النعلين فليقطع أسفل الخفين حتى يصير كالنعلين. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الرسول عليه السلام في هذا الحديث يشير إلى أمر كان عنده معروفا وينفيه شرعا. الأمر الذي يشير إليه أن المرأة كانت تنتقد وكانت تلبس القفازين، فخشية أن تنتقد المرأة المحرمة وتلبس القفازين، قال عليه السلام في خطبته: لا تلبس المرأة المحرمة القفازين ولا تنتقد. والنقاب هو أن تشد المنديل تحت عينيها هكذا. فعل ذلك عليه السلام في الخطبة تعليما. مع ذلك كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ هو ما أقولها أنا، بقول وبين النقاب. الرسول خطب فقط قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما هو النقاب؟ هو شد المنديل هكذا على الأنف تحت العينين. خطب الرسول هذه الخطبة تعليما، ولكي لا تقع المرأة المحرمة بمخالفة شرعية. نحن عجزنا والحمد لله كثيرا واعتمرنا أكثر، فكنا نرى الحاجات العربيات الحجازيات والنجديات يحججن ويعتمرن وهن متنقبات. هذا خلاف الحديث. لماذا؟ لأن العلماء لا يقومون بواجبهم. هذا الشيء الصريح في الحديث. أما الإشارة فهي واضحة، أنه أنتم أيتها النسوة من عادتكن أن تنتقبن وأن تلبسن القفازين، إياكن أن تفعلن ذلك في الحج أو في العمرة. إذن الرسول في هذا الحديث أقر النقاب وأقر تغطية الكفين، غير الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا التي فيها إخبار عن الحياة الاجتماعية التي كانت النساء المسلمات يحيينا يومئذ، أي كنا تنتقب النساء بلا شك. ادعاء أن النقاب لا يجوز هذا في الحقيقة من أخطر ما يتجرأ بعض الناس اليوم أن يقولوا خلاف ما عليه إجماع المسلمين. فالمسلمون مجمعون على أن تغطية المرأة لوجهها أفضل، لكنهم اختلفوا هل هذا الأفضل حكم واجب أم هو في حدود المستحب. نحن نرى الاستحباب، وقليل من الناس اليوم يرون الوجوب.
هذا جواب ما سألت ولعلك أخذت. طيب.